مروحي كعباش عبد الكريم، مدير عام تاع شركة حكمة في الجزائر وعضو في المكتب التنفيذي تاع اليونوب. احنا اليوم هذه اول دورة في بالنسبة للمشاريع للطلبة، وحنا ان شاء الله نشجعوا هذه المشاريع هذه باش يعني بوغ لي زاكومباني في باش هادو المشاريع يسيروا في الميدان. هذا هو الهدف من هذا اول دوره. هذه يعني صراحه اول حاجه هو يعني اول مره تقام حاجه يعني في الصناعه الدوائيه. وحنا اليوم في الصناعه الدوائيه لازم تعرفي باللي اول حاجه هو احنا لا ريشيرش ديفلوبمون لينوفاسيون وحده من الحاجات اللي نحوسوا عليها. فاحنا اليوم كمخابر ولا مستثمرين هنا في الجزائر لازم علينا انه ناخذوا هادوما المشاريع ونشوفوا كيفاش نطبقوهم على ارض الواقع. احنا شوفي الصناعه الدوائيه في الجزائر من احسن الصناعات ومن الناس احنا عملنا كثير. احنا لازم تعرفي احنا في منطقه المغرب العربي احنا اللي بدينا اخر الناس، لكن اليوم احنا النتائج اللي وصلنا لها نتائج كثير ممتازه. يعني اليوم احنا كمتعاملين هنا في الجزائر نغطوا 70% من احتياجات السوق الجزائريه، وعندنا طموحات ان شاء الله باش يعني نطوروا هذه الصناعه هذه وتكون يعني صناعه تروح يعني تخرج من الجزائر وتروح نكونوا عندنا استثمارات ولا تكون عندنا يعني اكسبورت نديروا الاكسبور لهذو البلدان الافريقيه ولا على حتى البلدان الاوروبيه. احنا رانا معاهم وان شاء الله يعني هذه المشاريع تشوف يعني نجدوها على الارض الواقع. هذا هو الهدف تاعنا، وان شاء الله هذه اول دوره وحتكون ان شاء الله دورات اخرى باش نشجعوا هذوما الشباب في هذا الميدان. شكرا.